على كل واحد مستنينا الولع والكماشة ونزل شيشة على شيخة بسيطة أموت في التطبيل ما تجيب 100 جنيه سلب صدق اللي قال التعليم في الكبر كان نكش على الحجر انت ايه ما بتفهمش يا زيزو باب السلف انا قفلته ورميت مفتاحه مش عايز رد كتير في الحكايه دي تيك سوجر تروح فين يا بنت انت امشي من هنا يلا بس اما بنتك يا بنت تمشي من هنا بدل ما تديكي في حاجه بخلقتك وربنا لو جه جنبي يا سقطه اللي بقالك الناس فيها كواتش يا استاذ عايز معلش تخش تشحت جوه بقول لها امشي بالذوق بتقل ادبها وانت مال اهلك انت اللي بشحت ولا ما بشحتش ولا كنت بشحت من اهلك النبي يا بي ربنا ما يحوجك يا رب اديني 5 جنيه اجيب لهم اكل اللي انا على لحم بطني 5 جنيه بحالهم انت ايه بتتأمري كمان ما تروحي تشوفي لك شغلانه وانت عامله زي البغله كده جربت انت بتشحتي ليه هو فين الشغل ده يا بي هو انا التقيت وقلت ماليش فيه طب شغلني هنا يا بي عندي شغلك فين يا ماما انت فاكره جامعه الهرمان اطلعي يلا بره بس يا زيزو ولا كواتشا خش املا لها الجره شويه ميه وحط صابون ودخلها عشان تسايق يا استاذ هيثم انا لسه مسيقه يا استاذ هيثم مش عاجبك اعيد لك عليه تاني قطع العيش وحش يا استاذ هيثم صمت الحملان خش نفذ اقفص بس تعالي انت هتعملي ايه همسح كده بهدومك تتبل تاخدي برد لا ما يهمش يا بيه ما شويه وينشفوا عادي ايه يا بيه لا لا مش هينفع اصل ما انت لو كده اتبلت بقى هتسيقي بقى والجلابيه هتجرجر وتلبخ بصي انت شكلك كده مش بتاعت شغل يلا غوري من هنا يا بنت لو سيدي الورواري طب لو لبخت ما تحاسبنيش لا لا اما تقلعي هدومك وتمسحي زي البني ادمين لاما خلاص تتكل على الله مش ناقص وجع دماغ العبي بقى اهو ده اهو ده الشغل يلا بقى الشقلب يا شفت طول عمرك فخم وانت طول عمرك رخم ياض انا عايزك جواهرج ياض انما انت جاموسه معديه في قلب المعرض عايزك تفرق بين الذهب ال 24 والذهب الصيني هاي لو بيكبر على ايدك يا فخامه عنيف وكده بتغسل حماره في بلدكم ماشي لا يا حبيبي انا عايزك تكون حنين على الست هانم تغسلها اكنك بتغسل وشك يا استاذ هيثم يبقى العربيه مش هتنضف انا ما اغسلوش اصلا يا بيه سيقت لك الارضيه مرتين ودعكت الكبانيه والمرايات عاوز مني حاجه تاني وندفو او سيدي الورواري ده انا دعكتهم لما دراعتي خدلت حتى تعالى بص لا مصدقك ما دام حلفت بسيدك الورواري مصدقك طب اديني بقى حق المسيح ودعك عشان امشي قال انا على لحم بطني من امبارح وانت مش راضي توكلني اخص عليا ولا كاوتشا ايوه يا استاذ عايز امسك يوم حمامه نص كيلو كفته وطار طب ما تديني حقهم ناشف عشان امشي لا ما تخافيش ما العزومه دي بره الحساب انت واقف ليه مدغوط طب ما انا كمان جعان يا استاذ عايز على لحم بطني من امبارح ما اكلتش جعان اما تاخد يوميتك ابقى كل واعمل اللي انت عايزه يلا غور يا رب بس ما خلقتنيش مزه ليه والحلوه بقى اسمها ايه بلبله مين نبيله بس انا ما احبش اقول نبيله احب بلبله الله جميل قوي اسمك بلبله عشت الاسامه بلبله ايه كفته وحشه ايه في ايه بتديه بقى يا ابوه زي ما بصصنا كده لا احنا ايه لو هو متعود على كده بيبص بس كل انتي بدل ما بطنيه توجعنا تعالى خرم الصباع كفته حتى بص ايه خففت الزل دي انت كمان بتقولي نكت يا بت ده انت باين عليك حكايه
بيت ابو البلها انت ساكنه فين؟ ها؟ ساكنه فين؟ ساكنه. ما تتعدلي يا بت، يعني ايه مش ساكنه؟ اصل انا يا بيه لسه جايه مصر امبارح، بهت على سلم المترو مع اولاد عجوزه كده، وهي اللي قالت تضحك وانا ملهاش موت ولا سكن. امال انت كنت ماشيه كده رايحه على فين؟ معرفش، كنت هرجع سلم المترو ولا ادور على اي جنينه بايت فيها ولا اشوف لي جامع. جامع؟ يعني مش ظروف فيا بيه، تبيتني هنا وسط العربيات احرص غلط. وسط العربيات لا، اخاف عليك من العربيات، انما انت هتبيتي في حته تانيه خالص. كل الكفته. شمس الشموس. انا قلت انت نسيتنا خلاص. وانا اقدر برضه، بس ما كنتش راضي اجيلك وايديا فاضيه. ايه جايب لي هديه ولا ايه؟ واي هديه؟ بنت فاكهه سي كلاس وما تحت السي كلاس، بس ايه انضف حاجه في منطقتها، توقع اجدع شنب من تجار السوق اللي بيقولي خميس وجمعه. كام سنه؟ لغه عشرينيه كده. يا اخويا ما تابع، ده البحر اللي اسمه بحر ما بيقولش لا. هقول انا لا؟ الصبر، البت لسه عصاب في شغل كتير، عايزه سكينتين معجون وتخش فرن وتاخد وش لميع تبقى على الزيرو. وانا عندي الزبون. وانت واخدني على فين يا بيه؟ صراحة بالبول انا غلطت لما قعدتك في شقة مع راجل غريب، بس ملحوقة انا هقعدك في شقة كلها ستات. ان شاء الله يخليك يا بيه. وسيدي الورواني انت راجل حسيس. انت راجل حسيس. تشتري مني؟ هتتبسطي. تعالي. ازيك يا شوشو؟ اهلا يا استاذ هيثم، اتفضل. عاملين ايه؟ امال فين سيطة الكسر؟ انا اهو يا نور عيني. اهلا اهلا يا حبيبي، ازيك؟ ايه يا واد ده؟ انت طولت شويه ولا انا بيتهيألي؟ انا طول عمري طويل من وانا صغير، بس انتي عيني عليكي بارده، الدهن في العتاقي متألقه من الثمانينات. ينيلك، اوعي يا واد اما اسلم. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا روحي؟ ايه ده مالك خايفه كده ليه؟ ده هيثم حبيب، واللي من ريحه الحبيب يكرم. لا انا عايزك تفكي كده، البيت بيتك. بيت يا شيماء، هاتي الشيشه للاستاذ. ولا تاكله؟ ده انا عامله شويه سبانخ عسل نحل. لا عشان الحموضه بس. تاكلي يا حلوه. هي اسمها ايه يا هيثم؟ بلبله. بلبله يا اختي، جمال وعصافيري خالص. تاكلي سبانخ يا بلبلتي؟ لا مش شاكره. لا ليه؟ براحتك، لو عايزه تاكلي كلي، بس خفيف خفيف عشان الحموضه. ماشي اكل. ماشي يا حبيبتي. بس بقول لك ايه، قبل ما تاكل خديها يا ام عزه، روقيها وظبطيها. من عينيا يا روحي. تعالي يا حبيبتي. هروح فين؟ تعالي بس ما تخافيش، ده انا زي امك واكتر. تعالي. ايوه يا فخم. فخم ايه؟ كل ده بتركب دواء؟ انا كنت بشوف امي. هو ده وقته؟ حرام عليك، امي تعبانه. صمت الحملان. هي دي الحاجه؟ ايوه هي. دخل الحاجه لام عزه وما تبحلقش. ظالم. عزه انت ايه اللي رجعك من الشغل بدري كده؟ ولا النهارده عيد العمال؟ نسيت حاجه في اوضتي وراجعه اجيبها. والله يعني ما رجعتيش في وش الزبون في الكباريه؟ يا لحق بلغتك. فضي بطنك عشان تعرفي تعيشي. بقول لك ايه يا هيثم؟ القصه دي احنا اتكلمنا فيها وخلصناها. خدي يا بنت هنا. انا مش بكلمك. انت بتقول كلام بيضايقني يا هيثم. اقول كلام يضايقك احسن ما اعمل حاجات برضه تضايقك. اسمعي مني، اتصرفي في الموضوع ده بمعرفتك بدل ما خلص انا بمعرفتي. اخص عليك وتهون عليك عز حبيبتك. تهون؟ ما انت عارفاني ما عنديش حبايب في الشغل. رجل بلا قلب ولا ضمير. كله يوسع للعروسة. خش برجلك اليمين يا حبيبتي. الله اكبر، حسرة في عين اللي ما يصلي على النبي. يا روحي.
اسم الله. اعمل معروف يا مدحت، قول لها اي حاجه، قول لها اني تعبانه، انا مش هقدر انزل. معلش يا حبيبي انا عارفه انك جحت. يخرب عليك وليا دي، هتخرب عليها. على فكره الحاجات دي بتحصل في الحقيقه بجد. انا كان عندي واحده صاحبتي كانت جارتها كده، داخله خارجه عليها طول النهار، ياكلوا سوا ويشربوا سوا، اتاريها كانت بتستغفلها علشان تخطف منها جوزها. نسوان قادره والله، ده احنا غلابه. تفتكري خالتك سامي اللي كانت ساكنه جنبنا زمان؟ ما بس بقى وجعتولي دماغي. هو انتوا عارفين بتلغوا ولا بتتفرجوا على الفيلم؟ وايه ده، هما بيطلعوا امتى؟ ما انت قاعده مكتوبه من ساعه ما رجعنا، يوم لما ربنا يفتح عليكي تطلعي فينا كده. سيبيها يا ماما، تلاقي مازن منكد عليها. بقول لك ايه، خليكي في حالك وانا في حالي. انا في حالي اهو يا اختي. ما تشوفي يا ماما دلوعتك بتكلمني كده ليه، مالها؟ انا عارفه مالها، ولسه لما تروح الفيلا مش هترضى تدخلنا من الباب. لا لا لا، هي دعاء واطيه بس مش للدرجه دي. لا والله، هتطلعوني على المسرح النهارده، هبقى السلوعه بتاعتكم. الا صحيح يا بت، هو في ايه؟ مالك؟ هقول لكم ما تجيبوش سيره لحد. في ايه دعاء؟ ما تتكلمي. مالك شكلها كده مش هتعمر في الجوازه دي. ام بلوزه في ايه؟ هلعن يا ماما. طب ارتاح ارتاح ارتاح، هاتي البزاعه دي. حاضر حاضر. بسم الله عليا انا. تعالي مفيش دعوه بيكي. تعالي اقعدي هنا، اقعدي. حبيبي مش العشاء ده. انا مش هسيبك لا فكك تحوار فكسان، مش سكت الا لما نبقى احنا الاتنين عشان والشبكه عليا. ايه ده يا بيه؟ دي بيره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بنت شفت عفريت ولا ايه؟ لا يا بيه انا ما اشربش الحاجات دي، هاتلي سفن. سفن؟ اه ما هي السفن بالانجليزي يعني بيره. شرابي بقى. الله يا شموسه. ازيك يا عز؟ وربنا ما بقى يكيفنا غير صوتك. اه نسيت اعرفك، بلبله اللي قلت لك عليها. ازيك يا بلبل؟ ازيك ستان؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا بالحق هو دوان كباريه؟ لا يا حبيبتي ده نايت كلاب. توتا
تعالي خدي بلبلة وعرفيها على اصول السيرفيس كويس. توتة واحدة واحدة عليها عشان لسه خام. ها تعالي يا حبيبتي خلي بالك منها. عينيا شموسة هي لا هو ايه النظام؟ دي صاحبتي على فكرة وبنت ناس قوي ومالكش فيها. لا أنا ليا في أي حاجة وفي كل حاجة. متعرفيني عليها. ما قلت لك لا. في إيه يا بنت أنت؟ هو النور فين؟ اللي دخلك الأوضة دي؟ أنا أم عايزة تقعد لك أنا مين؟ وهتنامي فين بقى إن شاء الله؟ يوه بس السرير واسع أوي يسعنا سوا. أنت نص وأنا نص. لا يا أختي أنا ما نايمش حد جنبي. امشي اطلعي بره. ليه يا أختي إن شاء الله؟ جربانة ولا عندي تانية؟ ما أنا كمان مش طايقاني كده ليه؟ دي إيه البلاوي دي؟ بلاوي ما تبقاشيلك، اترمي يا بنت بدل ما أجيبك من شعرك أسقي بيك الأرضية، أنا زيك هنا. يا معزة يا ماما يا ماما أنا تيزة يا بنت تعالي أنا كنت بفطر بتنام منك على الصبح. جربانة يا بنات طلعي في إيه يا عزة؟ الحقيقة يا ماما البنت دي مطلعة أبوس من بقها بتقولي عورك بيه. يا بنت اتكدب أنا لمستك كده برضه يا بلبلة؟ عايزة تضربي أختك ده كلام؟ يا أختي اسمع على وشها القرف وعمالة تتنطط عليا ومش عايزة تسعني جنبها على السرير. يعني تنام جنبي تخبطني خبطة في بطني تسقطني؟ قولوا بقى إن أنتوا عايزين كده. أمال هتنام فين يا عين أمك؟ أنت حامل يا بنت؟ يا أختي حامل. طب خلاص يا أم عزت أنا هنام هنا على الكنبة.